تحت لنا المجال أننا نتواصلوا مع الجمهور الرياضي، فكان التفكير ديالنا أننا ندخلوا لميدان التدريب، والحمد لله فدوزنا عدد كبير من الدبلومات تخول لنا أننا ندربوا الفرق، وكذلك أننا نكونوا الوليدات الصغار. فالحمد لله دربت في فريق الوداد الرياضي بفريق ديال اقل من 15 سنه وكذلك 14 سنه، ومن بعد كانت عندي فرصه انني نشتغل مع سي حاتم المعمشة كمساعد مدرب مع الفريق ديال النادي الكندي. فالحمد لله هذا الموسم بعد تشاور مع سي حاتم المعمشة فرأينا اننا نديروا اكاديمي يكونوا لاعبين اللي غادي تستافد منهم البطوله الوطنيه. بطبيعه الحال فكيف تعرف الجميع بعد الرساله الملكيه في 2008 ديال سيدنا الله ينصرو، باش يمكن اننا نطوروا الكره وترسمت واحد خارطه الطريق القطاع ديال الرياضي. فالحمد لله للجامعه ولا بعض الفرق فهما مسيرين هذه المسائل ديال التكوين. فكل شيء تعرف بعد التولي ديال السي فوزي القزع الجامعه، فالحمد لله فلا بالنسبه للبنيه التحتيه ولا كذلك الامور التقنيه ديال المنتخبات فهي تحسنت بواحد الشيء الكبير، وكذلك الملاعب فالحمد لله جميع المناطق فهي تتوفر على ملاعب في المستوى الكبير. فبالنسبه للتكوين في المغرب فتنظن بانه مازال خاصو اعاده النظر، فتنظن بان بعض الفرق هما اللي مسايرين مواكبين الاداره التقنيه الوطنيه. فبالنسبه لنا كلاعبين وكمدربين وكمؤطرين فتنتمنى اننا نتماشاو مع السياسه ديال الجامعه هي في التكوين. فكل شيء تعرف بالنسبه للاحياء فمابقاش دوك الملاعب ديال الاحياء اللي كانوا تيخرجوا لاعبين اللي في المستوى، فدابا تنظن بانهم ولاو ملاعب ديال القرب. فتنظن بان الماده الخام فهي تنظن بانها ماشي ناقصه اكثر من ان الفرق ما تدهش في هذا ديال التكوين اكثر من جلب لاعبين اللي جاهزين. فتنظن باننا بالنسبه لينا حنا كاكاديميه جديده بمسائل اللي التقنيه في المستوى العالي، وكذلك الاطر اللي لعبوا في اعلى مستوى. كل شيء تعرف في حدا المعمشة كمدرب ولا كلاعب ولا كمؤطر فهو عطى الكثير للبطوله الوطنيه، ونجيب لاعبين اللي زود الفرق الوطنيه وكذلك المنتخبات، وكاين معنا المدرب ياسين الكردي. بطبيعه الحال فالشخصيه ديالك فهي تنعكس على الشخصيه ديال اللاعبين ولا ديال الوليدات اللي تتريني اليوم. فالحمد لله احنا كلاعبين كانت عندنا واحد القرحه وكانت عندنا واحد الغيره، وكذلك كانت عندنا واحد كيف تيقولوا واحد لاغاج دو فانك هذا النفس اللي كبيره. فبطبيعه الحال هذه المسائل اللي بالنسبه ليا انا كبروفيل ديالي تنظن بان ممكن انه ينعكس على اللاعبين، وهذا الشيء جميل. وتنتمنوا ان لا من الناحيه التقنيه ولا كذلك من الناحيه التكتيكيه ولا النفسيه ان اللاعبين ان نكونهم. فبالنسبه لنا احنا المشروع ديالنا فهو رياضي ولكن كذلك فهو تربوي. فبالنسبه لنا اللاعبين اللي تيجيو عندنا فهما ماشي كاملين غادي يلعبوا في واحد المستوى الكبير، ولكن غادي يكونوا مواطنين اللي يكونوا صالحين في المجتمع المغربي. هذا بالنسبه لنا. فاون باراليل تنخدموا من المسائل الرياضيه وكذلك التربويه. فهاد الحلم فهو كان بادي من 98. فالحاجه اللي زوينه هو الاعلان ديالو من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس، فهذا تعطيها واحد القيمه الكبيره باش يمكن ان ننظمو، وكذلك نعطي واحد الصوره ايجابيه امام باقي البلدان ديال العالم. وتنتمنى ان هذه الاكاديميه انها تخذب واحد المواهب الكبيره وتزود الفرق الوطنيه. وتنظن بان احنا تنديروا ما في الوسع ديالنا باش نرضيو اللاعبين ولا كذلك الاباء ديال هاد الاكاديمي. وتنضرب لكم موعد ان شاء الله باذن الله واحد الدوري اللي غادي يكون مفاجاه بالنسبه لنا احنا كابناء فريق الوداد الرياضي، اننا غادي نديروا واحد الدوري ديال المرحوم عبد الرزاق مكوار.
اللي غادي يكون ان شاء الله في الاسبوع المقبل، اللي غادي يكون عنده واحد الفايت الكبير. حنا كابناء الفريق اننا تنشكروا هذا، تنردوا الاعتبار ديالو اللي عطى شيء كثير للفريق اللي بدا الريال.